Problem number 6, prime numbers list. Write a program يلي بيقرأ من اليوزر رقم وبيطلع لنا على الشاشة كل البرايم نمبرز يلي أصغر من هيدا الرقم. يعني مثلا إذا اليوزر كتب على الشاشة 20، نحن لازم نطلع له 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17. بدنا نطلع له كل شيء في برايم نمبرز أصغر من الرقم يلي كتبه اليوزر. يعني إسا الأفكار عم تكبر وتفوت ببعضها أكتر وتصير more complicated. هاتوا لنفكر. أول شيء هذا البروغرام is based على البرايم نمبرز، يعني أنا أكيد بدي solution اللي عملتها بالبروبلم اللي قبله. طيب هيديك هلا بعمل له open وبفتحها حتى أعدل عليها، ولكن في مشكلة أنه أنا ما بدي أشوف إذا رقم واحد بس إذا كان برايم أو لا، أنا بدي أشوف إذا كل شيء في أرقام برايم أو مش برايم. طيب مثل العادة هاتوا لا نطل نكتب نفتح new word document حتى نكتب شوية أفكار. إذا اليوزر كتب 20، أنا بدي أفحص، بدي أشوف ال 1 وال 2 وال 3 وال 4 وال 5 وال 6 وال 7 وال 8 وال 9 وال 10 لا عند ال 19، بدي أشوف أي واحد من هالأرقام هو برايم. So إذا هذا برايم بطبعه، هذا برايم بطبعه، هذا بطبعه، هذا بطبعه and so on. طيب شو معناتها بس شوف في عندي pattern؟ بس شوف في عندي pattern معناتها هيدي for loop، وهذا ال variable i تبع ال for loop. طيب أنا شو بدي أعمل بقلب؟ يعني أنا إذا هدولي سميتهم i، شو بدي أعمل بقلب اللوب؟ أنا بقلب اللوب بدي أفحص كل مرة إذا كانت الآي برايم أو لا. إذا كانت الآي برايم ساعتها بتباع على الشاشة، وإذا ما كانت برايم ما بعمل شيء وبشوف الآي يلي بعدها. فإذا أنا في عندي آي، في عندي فور لوب from i equal to، لأن ما حبلش من الوان كونه كلنا بنعرف إنه الوان ما خصه بالبرايم. سو حتكون for i equal to i less than رقم n يلي اخذته من اليوزر، واعمل الكود اللي عملناه قبل شوي تأفحص اذا كان ال i prime او مش prime. طيب كتير منيح، لحروح على البروغرامينج. هيدا العمل اللي حليناه قبل شوي اللي هو على طريقة ال i equal n وبريك، ومش على الطريقة المختصرة بالتايبينج، الطريقة الكبيرة. بحس يمكن ترتاحوا أكتر إذا حليتوا انطلاقا من هالعمل. بده يصير هلأ كتير تعديلات على الأشياء اللي مكتوبة هون. هالمرة حاعتبر الان هو الرقم يلي بدي أخده من اليوزر مزبوط، ولكن هيدي الان مش هي اللي بدي أشوفها إذا برايم أو لا. يعني نحنا هذا الكود يلي هون بنعطيه ان بشوف لي إذا هيدي الآن إذا كانت برايم أو لا. فنحن ما بدنا نعمل هيك، نحن بدنا نشوف كل الأرقام اللي أصغر من الآن إذا كانوا برايم أو لا. يعني بدنا نشوف الآي تبعت الآن. يعني بمعنى آخر هيت لنوطي هول ونكتب شوي. هون بده يكون في عندي for int i، لحشيل هالآي من هوني، equal to i less than n i plus plus. اوكي انا هلا معي الاي، هيدي الاي هي كل الارقام اللي اصغر من n. بدي اشوف اي اي من هدول الايات اللي هن برايم تطبعهم على الشاشه او لا. حتى اشوف هالشي بدي استعمل الكود اللي هون، سو رح اعمل له كت. وبدنا ننتبه هلا من اسماء الفاريبلز ما يفوتوا ببعضهم. اوكي واجي لهون اعمل بيست. فاذا بذكر انا هيدي الاي اللي بدي افحصها، هون اللي عملت لهم هلا كوبي بيست. هون ما بيصير بلش من اي، بدي بقى فاريبل جديد، سو رح سميه جي. ليش؟ لأنه أنا بدي أشوف الـ i إذا برايم، مش بقى عم شوف الـ n. أنا الـ n عم تعطيني الـ bounds. فإذا بدي أشوف هلأ إذا الـ i برايم، يعني الـ i هي اللي بدها تقعد هون.
فإذا بدها تكون for j equal to j less than i j plus plus. فإذا أنا عم بفحص إذا كانت ال i هي prime، مش عم بفحص إذا كانت ال n هي prime. So ال i هلأ صارت كل الأرقام اللي أصغر من n، وهوني بدي افحص بقى ال i، فصار بدي اقسم ال i على كل الأرقام اللي أصغر منها، وكل الأرقام اللي أصغر من i صار اسمهم j. فإذا أنا هلأ بدي شوف إذا بتنقسم ال i على j، إذا ال i بتنقسم على j بيكون not prime، وإذا كانت ال i equal ل j أو خلينا نقول j equal ل i بتكون prime. ولكن عندي مشكل إنه j معرفة هون، فهون ما فيني استعمل ال j، معناتها بدي اسحب تعريف ل j لبرا، فيني حطه فوق 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 وفيني حطه هون. أنا لحطه هون int j، وهيدي لحشيلها من هون. اوكي طيب تعالوا نجرب نعمل run لنشوف لهلا شو صار. so run لح اكتب 10. شو هدول؟ اتأكدوا انه هول ما لهم علاقة بالمشكلة اللي طلعت معنا بالاكزرسايز اللي قبله، مش انه ما عم يعرف يعمل برايم او لا. هدول اذا بتطلعوا منيح هول هن الارقام اللي هن برايم او لا، يعني هون for i equal 2 i equal 3 i equal 4 i5 i6 i7 i8 i9. فاذا هو فحص لي كل شيء في ارقام وقال لي مين البرايم ومين لا، بس انا فعليا انا ما بدي يكتب كلمه برايم، انا بدي ارجيني اياهم. يعني انا بدل ما اقول له not prime واقول له prime، انا بدي يطبع لي الرقم. so لما بيكون الرقم برايم بدي اياه يحط لي اياه. مين هو؟ i او j؟ شو بتفرق؟ ما هني مثل بعضهم، ما ال i equal j. اوكي؟ طيب، ولما بيكون not prime شو بدي اطبع؟ لما بيكون not prime ما بدي اياه، ما انا عم يسألني مين ان الارقام البرايم اطبع لي اياهم، واللي منو برايم ما تطبعوا. فاذا هون ما بدي اعمل console.writeline. سو هلا اذا بعمل run 10 هول الارقام يلي هن برايم واصغر من 10 2 3 5 7 نها زبط، ولكن بده تحسينات. ما حلو يكون رايت لاين، لازم يكون رايت. وهون فيني احسن شوي، هيدي بقلبها جاست وان ستيتمنت، سو ما في داعي تكون تفتح لبادي. سو فيني جيبها لهون وامحي البادي من هون. اوكي، وهيدي الفور لوب كمان ما في بقلبها غير one statement، سو ما في داعي افتح لبادي، بس انا مشان ما تضيعه لخليها هيك. فاذا اذا هلا بعمل run سو 10 2 3 5 7، كتير منيح. ما بدي فوت بقصة تعقيدات بقى انه شيل الكما والسبيس، لانه هيدي منا سهلة مثل اول اكسرسايز عملناه، رح نخليها سبيس كما سبيس. بس بدي زبط شغلة، ما بدي يطلعوا الارقام دغري ملزقين بالسؤال اللي فوقه، بدي يكون في انتر بيناتهم. وين بدي احط الانتر؟ سيمبلي بدي احط الانتر قبل ما فوت على اللوب، لانه انا هون قريت الان ودغري اطبع له هون الاجوبه. فاذا هون لازم انا اقول له كونسول اوبس كونسول دوت رايت لاين هلا اذا عملت run واذا كتبت له رقم كبير مثلا 50، هول كل الارقام اللي هن برايم واصغر من 50. فاذا ليكوا شو صار حلو، بنعمل run 100. يا سلام، لو نحن كنا بنقعد نحسب هالشي على ايدنا كان ياخذ وقت طويل كتير، بينما هون بكبسه زر طلع لي كل شيء في برايم نمبرز اصغر من 100، كتير شيء حلو. فاذا انا هون عملت السوليوشن based على فكرة الاي والجي. هلا حارجع عيدها بيز على قصة الفلاج، بس لحخبي هيدا، واكيد فيكن تعملوا داونلود من الويب سايت www.antf.net
طيب تحت حلو على طريقة الفلاج لح أعمل copy paste لتبع الفلاج حطه هون وارجع عدل عليه. So هيدا الكود اللي بيشتغل على الفلاج، ولكن كان الشرط اني انا اكون فاتح بوليان سميه فلاج وبلشه بترو، هيك بوقتها كان الاتفاق تبعنا. اوكي، وكمان بدي ارجع ظبط الباوندز. انا هلا هوني بدي استعمل جي، وبدي يكون جي less than اي وجي بلس بلس، واذا اي بتنقسم على جي منكفي الحكي. اوكي طيب، وبرجع بذكر لما بيكون not prime انا ما بدي اشوفه، سو هذا بعمله ديليت. بس لما بيكون prime ما بدي اشوف كلمة prime، بدي اشوف الرقم تبعي وكما space، والرقم تبعي بدي يكون بهالحالة اللي هو الcurrent i. ليش هالمرة هوني ما قلت بكتب i او j؟ لانه j عملتها هون local، يعني بس اطلع من هذا البادي واوصل لهون بتكون الجي ماتت، بس الاي بتكون اسها عايشه لانه الاي موجوده هون. So the current i بتكون برايم اذا كان الفلاج طلع عالي. اوكي، وكمان مشان يطلع حلو هون بدي كونسول، السنه حاطط الكونسول، فاذا ما في داعي ارجع احطها اللي هي الانتر يلي هون. طيب فاذا انا هلا حطيت كوبي بيست للكود تبع الفلاج ورح جربه لنشوف اذا حيشتغل او لا. سو عشرة اف ما اشتغل، طلع لي بس تنتين ووقف. بعدين نسينا ما نشيل اللاين، عملناها رايت لاين لازم تكون رايت. لا ما شو القصة 20 شو ما عم حط عم يطلع اول تنتين يوقف، فاذا في مشكل. شو المشكل؟ انا حسب ما بعرف انه هذا الكود على الاكيد بيشوف لي اذا كان برايم او مش برايم. ليش ما عم يزبط؟ ليش عم يوقف على التلاتة؟ يعني عم يطلع 2 و3 وما يعود يطلع شيء. هات لنجرب. منبلش int n flag true، منقرأ رقم اليوزر مثلا 10، ناخد ال i equal to، هل ال 2 أصغر من 10؟ اي. منفوت ال j equal to وال i كمان 2، هل ال 2 أصغر من 2؟ لا ما أنا أصغر من 2، therefore كل هالبلوك فورا بيوقف. فمنجي لهون if flag، شوفي بقلب الفلاج، ما نحن ما عملنا هدول، الفلاج بقلبها ترو، فإذا لأنه ترو بنطبع الرقم اللي هو 2 وبنشوف إنه 2 هي برايم. نرجع منعيد i plus plus 3 أصغر من 10 بفوت، 2 أصغر من 3 بفوت، بجرب يفحصها بيلاقي إنه 3 برايم، فولا مرة حيفوت لهوني، فبتخلص هيدي اللوب وبيجي لهون if flag، شوفي بقلب الفلاج، إسا ولا مرة عملناها، فإذا الفلاج شوفي بقلبها بقلبها ترو من فوق. سو لأنه بقلبها ترو بيطبع لي 3. هلا بنطلع بنعمل بلس بلس صرنا على 4، بيجي حتى يفحص الفور. أول ما بده يجرب يقسم الفور على 2 بتنقسم، بيقوم بفوت بيوطي الفلاج. بعد ما يوطي الفلاج بيعمل بريك، بيطلع لهون بيلاقي الفلاج واطي، فلأنه الفلاج واطي ما بيطبع لنا 4، بيرجع بيطلع بتصير الاي 5. بفوت تيفحص بيقوم ولا مرة هول بيشتغلوا، بيجي لهون شو بيلاقي الفلاج؟ وهون المشكل، بيلاقي الفلاج السها واطية من وقت الاربعة، لانه نحن لما وطينا الفلاج فور اي ايكول لفور ورجعنا عدنا ضلت الفلاج واطية، ما رجعنا علينا الفلاج. نحن بالاكزرسايس اللي قبله كنا عم نعمل رن للبروغرام مرة واحدة، فلما كان عم يبلش البروغرام من فوق كان عم يبلش ويشوف الفلاج is true ويخلص البروغرام وما يعمل شيء. بس لما انا بدي عيد البروغرام كذا مرة انا ما فيني اعمل الفلاج equal true برات اللوب، لانه هيدا جزء من السوليوشن تبع الفلاج سوليوشن. فهي المشكلة انه انا كل مرة بدي افحص رقم جديد اذا كان برايم او لا، كل مرة لازم بلش فلاج equal true. فاذا هون لازم اجي اقول له فلاج equal true، وهون ما بقى تفرق اذا اي الفلاج equal true او لا، وهون بقى بصير صح. انا كل مرة بدي افحص الرقم جديد اذا كان برايم من هون بفحصه، قبل ما افحصه دايما لازم بلش الفلاج equal true.
مشان اذا طلع مش اذا طلع مش برايم مثل نمبر 4 وبدي ارجع اطلع جرب ال5 ارجع علي للفلاج. هلا اذا بعمل ران بلاقي انه رجع اشتغل وصار كل شيء طبيعي 100%. فاذا حلينا الاكسرسايز على طريقتين، مره على طريقه الفلاج ومره على طريقه الاي والجي. رح خبيه، واكيد فيكم تعملوا داونلود من ماي ويب سايت، ومنشوفكم بالاكسرسايز اللي بعده.